وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد رحب بك، يعني بالتأكيد آخر الاستعدادات، تفاصيل هذه الاستعدادات لديك، تفضل أحمد. بالفعل تجهزت مدينة شرم الشيخ في الساعات الأخيرة لاستقبال هذا الحدث الضخم، اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. هذه الاجتماعات الدورية الثامنة التي تعقد هنا للمرة الأولى في القارة الإفريقية وفي مدينة شرم الشيخ. تجهزت مدينة شرم الشيخ بداية من استقبال وفود وضيوف المؤتمر من مطار شرم الشيخ الدولي، وكانت هناك توجيهات بتيسير إجراءات دخول الزوار المؤتمر وضيوف المؤتمر والوفود المشاركة في هذا المؤتمر إلى المدينة، مرورا بالطبع إلى تجهيز الشوارع ووضع الإرشادات والأعلام للدول المشاركة في هذه الاجتماعات السنوية. أنا الآن موجود في ميدان السلام، أحد أشهر ميادين مدينة السحر والجمال، مدينة السلام هنا في مدينة شرم الشيخ، وهو على مقربة من المركز الدولي للمؤتمرات التي تعقد في صباح غد بإذن الله هذه الاجتماعات الدورية الثامنة. نحن نتحدث عن مشاركة أكثر من 3000 شخصية دولية مؤثرة في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى أكثر من 100 مسؤول سواء من وزراء الاقتصاد والمالية على مستوى العالم أو من رؤساء البنوك المركزية على مستوى العالم أيضا. وإذا تحدثنا عن جدول أعمال الغد، من المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة 9 صباحا، يعقبها مؤتمر صحفي برئاسة رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومن ثم تبدأ الجلسات على مدار يومين غدا وبعد غد بإذن الله. من بين الجلسات التي من المقرر أن تناقش جملة من الموضوعات في الاستثمار في البنية التحتية، منها استعراض رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال البنية التحتية الخضراء، وجلسة بعنوان ندوة حول الفرص التجارية لدى البنك الآسيوي، هذا بالإضافة إلى حوار أعمال على مستوى محافظي بنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. أشير أو تقدر الإشارة هنا إلى أن هذه الاجتماعات وهذا المؤتمر يعقد برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما أعطى زخما كبيرا لانطلاق هذا المؤتمر وهذه الفعاليات لأول مرة هنا في مدينة شرم الشيخ. وإذا تحدثنا عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فقد أنشئ وهو بالطبع بنك دولي، أنشئ عام 2014 وكان يشارك في 35 دولة، وشاركت في مصر كعضو مؤسس عام 2016. وبالتالي نحن ننتظر مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، وأيضا من التوطيد العلاقات ما بين الشركاء الدوليين والإقليميين مع المستثمرين هنا في مصر. نتابع معكم على مدار يومين متتاليين فعاليات هذا المؤتمر الضخم والأكثر أهمية. بالتأكيد أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري حول كل هذه التفاصيل. أشكرك شكرا جزيلا.